حلقة جديدة من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم، البداية مع فقرة بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لليوم، ونبدأ من صحيفة الثورة والتي عنونت: المجموعات الإرهابية تماطل والجيش يستقدم تعزيزات إضافية ويعطي مهلة جديدة. وعنونت أيضا: سلاح الحصار الأمريكي ابتزاز السوريين بلقمة عيشهم. ولا ننتقل لصحيفة الوطن المحلية لنقرأ ما جاء فيها: رئيس مجلس الدولة الصيني لعرنوس: مهتمون بتطوير علاقتنا مع سوريا وحريصون على تقديم ما بوسعنا لمساعدتها. وعنونت: المقداد يدعو المنظمات الإنسانية للتعامل بشفافية وإدانة إجراءات أمريكا القسرية بحق السوريين. أما صحيفة الشروق التونسية فجاء فيها: هل يعلن الليلة قيس سعيد عن الحكومة؟ وعنونت: ليبيا البرلمان يلوح بسحب الثقة من حكومة دبيبة. والآن جولة سريعة في أخبار الصحف الأجنبية، والبداية من صحيفة The Washington Post والتي عنونت: نائبان من الكونغرس في زيارة غير مصرح بها لكابول تثير الغضب بأمريكا. أما صحيفة The New York Times فكتبت: تغير المعلومات الطبية بشأن كوفيد يربك الناس. وبالانتقال إلى صحيفة The Times: جونسون بريطانيا أجلت أكثر من 10,000 شخص من كابول. وأخيرا مع صحيفة لوموند الفرنسية: فرنسا تدعو الجزائر والمغرب إلى الحوار لترسيخ الاستقرار والازدهار. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الرياضة، والبداية من صحيفة ماركا الإسبانية والتي عنونت: ريال مدريد يجهز عرضا جديدا لباريس سان جيرمان لحسم صفقة مبابي، والغموض يحيط بمستقبل مريبة في مع برشلونة. ومن إسبانيا إلى إيطاليا لنقرأ ما جاء في صحيفة كوريريد الإسبورت والتي عنونت: كريستيانو رونالدو يغادر تدريبات جوفنتوس بسبب ضربة في الكتف، وإنتر ميلان يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد. جرائم حرب تنتظر المحاسبة، عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية، وجاء فيها: لا يختلف اثنان على أن الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء في الجزيرة السورية من قبل التنظيمات الإرهابية والتي على رأسها ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من قبل واشنطن وقواتها الغازية ما كانت لتستمر لولا دعم الولايات المتحدة لهؤلاء الإرهابيين والانفصاليين العملاء وتسترهم على تلك الجرائم. فما يقوم به هؤلاء من جرائم تعطيش وخطف وترويع للمواطنين الآمنين وسرقة لممتلكاتهم وحرق لمحاصيلهم يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستدعي محاسبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وليس هذا فحسب، بل ومحاسبة من يدعمهم ويمولهم من دول الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبقية منظومة العدوان على سوريا. وتابع المقال: وعلى ضفة مجلس الأمن الدولي تكاد الصورة تستنسخ نفسها، فالمجلس لا يرى حتى الآن تلك الجرائم المروعة بحق السوريين، ولا يريد أن يسمع بتعطيشهم من قبل عصابات الإرهاب، ولا يريد أن يصدر بياناته حول جرائم تغيير المناهج والتغيير الديموغرافي، ولم نره يصدر قرارا واحدا يلجم فيه الاحتلال الأمريكي ويطالبه بالانسحاب من سوريا. وهنا يبرز السؤال الأهم، وهو: متى تتحمل المحاكم الدولية مسؤولياتها تجاه تلك الجرائم المروعة، ولا سيما ما يتعلق بمبادئها واختصاصاتها التي تعلنها على الملأ، ومتى يتحمل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مسؤوليتهما ويتخذان الإجراءات الحازمة بحق المحتلين والغزاة والإرهابيين، أم أن اختصاصات هذه الجهات تطبق في دول بعينها وتنام في أخرى؟
والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة صحافة العدو، حيث قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن بلاده ملتزمة بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها. جاء ذلك في مستهل لقاء جمعه في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون برئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بنيت، الذي يجري زيارة رسمية لواشنطن بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية. وقال أوستن إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزمة بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع إسرائيل، والعام الماضي منحت واشنطن لإسرائيل مساعدات مالية تبلغ حوالي 4 مليارات دولار كجزء من التزام سنوي طويل الأمد ضمن اتفاق وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عام 2016، ويمنح تل أبيب حزمة مساعدات خلال 10 سنوات تخصص كلها لأغراض عسكرية. وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان عامل نظافة مصري يعثر على مبلغ ضخم يثير الجدل بتصرفه. وفي التفاصيل، أثار جامع قمامة في مصر جدلا واسعا ودهشة بين مستخدمي مواقع التواصل بعد عثوره على مبلغ مالي ضخم وسط القمامة ليقرر إعادته إلى أصحابه. العامل الذي لا يتجاوز 45 من عمره المدعو قرني عثر على أثناء عمله وسط أكوام القمامة على 400 ألف جنيه، لكنه رغم ظروفه الصعبة أعاد المال إلى صاحبه بعد عملية بحث شاقة عنه. ويقول الرجل الأمين: لا أقبل الحرام، لم أفكر في أخذها لأنني لا أحب الحرام، أنا أكسب 60 أو 70 جنيها يوميا بالحلال هو أفضل، كل ما أرجوه هو علاج أبنائي فقط. وانهالت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل على موقف العم قرني شاكرين تصرفه مشيدين بأخلاقه، كما انهالت عليه الدعوات بالخير والرزق، كما لم تخلو التعليقات من تساؤلات عن ذلك الإهمال الذي دفع صاحب هذا المبلغ الضخم إلى إلقائه في ذلك المكان. ناسا تراقب منزلا لبنانيا سر العقار رقم 2604 في الهرمل. نتابع هذا العنوان في فقرة الصفحة الأخيرة. أثار اتصال بين وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وبلدية الهرمل ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان خلال اليومين الماضيين. موضوع الاتصال تعلق باكتشاف الوكالة الأمريكية المعنية بعلوم الفضاء عبر الأقمار الصناعية مواد مشعة في العقار رقم 2604 لمالكه كميل مراد بمدينة الهرمل. وتصدر هاشتاغ نيزك الهرمل موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وغلب على التغريدات طابع الفكاهة والسخرية. وانهالت التساؤلات على موقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة الأمر، وأن وكالة ناسا أبلغت بلدية الهرمل عن وجود مواد مشعة في أحد العقارات بالمدينة، وهي عبارة عن نيزك مدفون داخل أرض عند أطراف المدينة وجاري العمل على الكشف والبحث. ووفقا لما أوردته صحيفة النهار اللبنانية، فقد نفى رئيس البلدية وجود أي معلومات حول وجود نيزك، مع حرصه على وجود أخبار تؤكد وجود شيء من هذا القبيل. وبحسب الصحيفة، فإن علماء في وكالة الفضاء الأمريكية تواصلوا مع البلدية منذ نحو 7 أشهر، وأكدوا احتمالية وقوع نيزك تاريخي منذ نحو 4000 عام في هذه البقعة الجغرافية التي تقع في العقار 2604، وهو كان محل اهتمام للبلدية التي بدأت البحث عن صاحب العقار المذكور مع رفضها أي أعمال قبل موافقته، وقد تم نشر إعلان في الجريدة الرسمية. والآن مشاهدينا مع ريشة رسامي الكاريكاتور. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم، إلى اللقاء.